المكان ساحة بوذهب بمدينة أسفية زمان الساعة 10 صباحاً. الحدث نصف الماراثون الدولي في نسخته الثانية الذي شهد مشاركة مغربية إفريقية ودولية مكثفة ليكون لقب هذه النسخة في فئة الكبار للكيني برنار كيبكورير قاطعاً مسافة نصف الماراثون في زمن قدره ساعة ودقيقة واحدة وست ثواني متبوعاً بالإثيوبي جيزاشيو أيلو نيغاسا فيما حل الكيني إدو وين كويش في الرتبة الثالثة. اليوم كان رائعا والمطاف صعبا، حاولت جاهدا أن لا أرفع الإيقاع بغية المواصلة والتحكم في مجريات المطاف، وأنا سعيد بهذا الأداء. وعلى مستوى النواعم أفلحت التنزانية فايلونا أبدي ماتانغا في الظفر بلقب هذه النسخة بتوقيت ساعة واحدة وعشر دقائق وخمسين ثانية، فيما حلت الإثيوبية أسناكش مينغشا في المركز الثاني ومواطنتها إيوت يمر في المركز الثالث. توقيتي ليس بالسيء، كنت أود تحقيق الأفضل لكن لم يسعفنا الحظ. على العموم أنا راضية بهذه النتيجة. نصف الماراثون الدولي لمدينة أسفي ارتأت من خلاله اللجنة المنظمة استقطاب مجموعة من الوجوه الرياضية العالمية، كما شهد مشاركة قوية لأبناء المدينة. قدرنا أننا نتوقفوا من ناحية ديال التوقيت، كان توقيت قياسي لهذه الدورة هذه، وتوقيت ديال 61 اللي ماشي بالسهل. كذلك كان حضور متميز ديال عدائين دوليين اللي شاركونا، وكذلك أبطال مغاربة عالميين وأولمبيين اللي جاو تاهما شاركونا. تنظن بأن الصورة هي تتبين كل شيء، يعني دخول متميز، انطلاقة متميزة، مشاركة ديال الساكنة رقم قياسي، فكل هذه مؤشرات إيجابية. وكنتمناو أن هذه الدورة الثانية أنها تعطينا نجاحات أكثر من الدورة الأولى، وأننا نكون مستعدين إن شاء الله للانخراط في دورة ثالثة ورابعة. القائمون على هذا الحدث الرياضي الدولي أعدوا العدة ورهنوا على إنجاح الحدث بكل امتياز. سمي ماراثون هو البلاطو، كان بلاطو مزيان. انا شفت لي ديال لي زاتليت، كاين النيفو، كاين دراري ديال 59، كاين دراري ديال الساعه 00. البلاطو متنوع، تنظيم عالمي الحمد لله، تنظيم في المستوى كبير. وابراهيم بولامي اللي واقف على التنظيم ديالو هو الرئيس ديال هذه الجمعيه، نتمنى لهم الخير ان شاء الله. طويت النسخة الثانية من نصف الماراثون الدولي لمدينة أسفي الذي رفع شعار أسفي ملتقى الرياضة الإفريقية والدولية ليضرب لعشاقه موعداً السنة المقبلة.